ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأعرفكم عن ملف من ملفات من تاريخ المغرب، وهي أم الملك محمد السادس لطيفة أمحزون الأميرة الكتومة والحريصة. تنحدر الأميرة لطيفة أمحزون أم الملك محمد السادس والأمير رشيد والأميرات حسناء وأسماء ومريم من منطقة زايان الأمازيغية بوسط المملكة المغربية، وهي بنت أحد كبار شيخ قبيلة زايان. وقد كانت الأميرة لطيفة تحمل اسم فاطمة حمو، لكنها دعيت باسم لطيفة تجنبا للخلط مع الزوجة الأولى للملك الراحل الحسن الثاني، وهي فاطمة أمهروق بنت القائد أمهروق، وللأميرة شقيقتان وهما أمينة وحفصة اللتان تعيشان رفقة باقي عائلة أمحزون بمنطقة الأطلس المتوسط، وتحديدا بعروس الأطلس مدينة الخنيفرة. والصورة الوحيدة والرسمية التي ظهرت فيها الأميرة لطيفة التقطت لها خلال حفل زفاف ابنتها الأميرة حسناء، بحيث لم تظهر في أي صورة ملكية بعد ذلك، فيما استعصى على الصحافة المغربية التي بدأت تهتم كثيرا بالأميرة لطيفة، وخصوصا للحصول على أي صورة تظهرها بشكل واضح. والأميرة لطيفة المولودة عام 1946 دخلت إلى القصر الملكي في البداية رفقة إحدى بنات عمها، لكن الحظ سيبتسم لها وسيفتح أمامها أبواب القصر الكبيرة حين استطاعت أن تثير بجاذبة شخصيتها القوية الملك الراحل الحسن الثاني، فاختارها لتكون زوجا له وأما لأبنائه. لا تزال الأميرة لطيفة تنتقل بين مراكش وباريس، يدير أعمالها مدير الحرس الخاص للراحل الحسن الثاني وهو الحاج المديوري، الذي لا زال محط ثقة كبيرة للأسرة الملكية. لطيفة أمحزون هي الملكة الأم كما يحلو للصحافة الأجنبية التي تتبع خطواتها في باريس وصفها، وهي أم محمد السادس الذي تجمعه بها أحاسيس مرهفة وعلاقة تتجاوز الأمومة إلى علاقة عاصية عن الفهم وجزء من معادلتها المعقدة. التأرجح بين شخصية داهية وهو الحسن الثاني وأم ولي العهد التي ولجت القصر وعمرها لا يتعدى 14 ربيعا، فدخلت عالما ظل غارقا في التمثلات والاستهامات والتخيلات. ورغم غيابها الرسمي فقد أفرد الملك محمد السادس في أحد حواراته التي تعد على رؤوس الأصابع حيزا مهما وهو يحن إليها، حين قال: أنا شديد الارتباط بوالدتي وشقيقي وشقيقاتي الثلاث، أنا نفسي نصفي أمازيغي وسيكون إذن من قبيل التنكر لجزء من ثقافتي وأصولي إن لم أفعل ذلك. أنا مع الأسف لا أتحدث بالأمازيغية لأنها لم تكن ضمن المقرر الدراسي الذي تلقنته، ولكن بودي أن أتمكن من إيجاد الوقت الكافي لتعلمها. إن المغرب هو مزيج من الثقافات. كان هذا حوار الملك محمد السادس في جريدة لو فيغارو الفرنسية سنة 2005. ويعرف عن الأميرة لطيفة أنها امرأة كتومة وحريصة على البقاء في الظل، وتقيم أم الملك محمد السادس بين طريق النخيل بمراكش ونويي في باريس في إقامة أشبه بزمردة ثلجية تجمع بين الرخام النادر الأبيض والأخضر المرصع بماء الذهب بزنقة أونغي بباريس الواقعة بنويي في مقاطعة هودوسين الباريزية، التي بلغ ثمن العقار فيها منذ سنوات خالت مبالغ خيالية، وهي الإقامة التي قلما تفتح شبابيكها الخارجية بحكم أن تمة أكثر من منفذ بالبناية الأسطورية يمكنها من الانفتاح على العالم الخارجي. هذا في الوقت الذي يخيل فيه للمرة الباريزيين من أترياء الجمهورية الفرنسية القاطنين بنويي أنها منغلقة على ذاتها في منفاها الاختياري، بحيث لم يظهر لها أثر
بعد وفاة الحسن الثاني رغم الظهور المتواتر لنساء القصر الملكي. وقد أثار غياب الأميرة لطيفة أم وارث الحسن الثاني وابن عم الملك محمد السادس الكثير من الأسئلة في الصورة العائلية التي انفردت بنشرها مجلة باغي ماتش الفرنسية بمناسبة الذكرى 50 لعودة أبي الاستقلال من المنفى وعدم حضورها لدى استقبال محمد السادس لعمته بمناسبة عيد ميلاده سنة 2007 وتوشيحهن بوسام، ومن بينهن الأميرة لمياء الصلح زوجة عم الملك محمد السادس والمرة الوحيدة التي برز فيها اسم أم الملك، تزامنت مع تسرب نبأ تبنيها لحالة الطفل ياسين الذي كان مهملا بأحد سطوح مدينة مراكش المغربية يقتات على ما تبقى من فتاة الكلاب التي نهشت وجهه، لدرجة أنها حرصت على التكفل بمصاريف علاجه بما في ذلك العملية التجميلية التي أصرت على أن يجريها في أشهر المصحات البارزية المختصة في التجميل، كما اصطحبته معها عند أدائها آخر مرة لمناسك العمرة. وقبل حوالي شهرين ظهرت الأميرة لطيفة وكأنها شابة في الأربعينات وفي ردائها التلجي الذي كثيرا ما ترتديه في جو مراكش الساخن. ومحمد المديوري رئيس الحرس السابق للحسن الثاني الأكثر صرامة يتقدم الحراس الخاصين لأم الملك، تقدمت لطيفة لتقص شريط تدشين مسجد الهدى ببعكاز بالقرب من مطار المنارة بمراكش في الجمعة التي سبقت رمضان، فيما النساء اللواتي بلغهن موعد تدشين أم محمد السادس للمسجد يرمين بالرسائل الاستعطافية في اتجاهها: هذه مصابة بداء السرطان، تمني النفس بالعلاج على حساب جمعية للا سلمى لمكافحة السرطان التي تترأسها عقيلة ابنها الملك، وتلك تطلب عملا لابنها المعطل. وقد سجلت الأسابيع القليلة الماضية حضورا قويا جدا للأميرة لطيفة على صفحات الجرائد، حيث استأثرت قضية تعرضها للنصب بمدينة مراكش المغربية باهتمام كبير من مختلف الجرائد، وتحظى جلسات محاكمة المتهمين بقضية النصب على أم الملك باهتمام كبير ومتابعة كبيرة، إلى جانب طرح عدة جرائد هذه القضية وقضية أخرى كذلك تتعلق بعائلة الأميرة لطيفة، حيث نشرت جريدة شهادات مواطنين وفلاحين قالوا أنهم كانوا ضحية عمليات سطو لأراضيهم على يد حفصة أمحزون خالة الملك محمد السادس، وعن ترأس زوج أمينة أمحزون الشقيقة الثانية لأم الملك عصابة تهدد أملاك المواطنين. كما ذكرت الجريدة أن جاهد ابن خالة الملك محمد السادس حفصة أمحزون ينصب على المواطنين ويعدهم بمناصب شغل مهمية ليلبسهم ويسلبهم أموالهم في استغلال تام لانتمائه لعائلة أم الملك، وهذا كله يبقى فقط شكاوي. والشرطة المغربية هي التي باحثت في ذلك وفتحت تحقيقا لتأكد من هذه الأمور وتتأكد كذلك من صحة الخبر. أحبائي، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد سنقوم بتنزيله في هذه القناة. أتمنى من خالص قلبي أن هذا العمل المتواضع جدا أن ينال إعجابكم، ورمضان كريم لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.